السلام عليكم. اليوم رانا في الساحل تاع برج البحري وروح نشوف الاشغال نتاع التهيئة تاع الساحل تاع برج البحري ونشوف يعني واش وصلت الاشغال، لانه جيت هذه عندي مدة عام للمنطقة هذه ودرت فيديوهات على الاشغال تاع التهيئة اذا تاع الساحل هذا. واليوم انا رجعت بعد مدة تقريبا عام نعاود نرجع نشوف الاشغال اذا كان فيه توسعة لهذا الساحل واذا كان فيه اشغال جديدة. اذا ما تروحوش بعيد، قعدوا معايا في هذا الفيديو وسواء فانوافيكم بكل صغيرة وكبيرة عن التهيئة نتاع الساحل على مستوى ايضا مدينة برج البحري. نشوف ان فيه الطريق هذا تم استحداثه هنا، هذا هنا هذا طريق تم استحداثه ما كانش من قبل. إذن ونشوف هنا لابي هادية كان فيها كانت مخدومة ديجا. إذن الأشغال هادي راهي بقات مستمرة، وهاد لابي ولات مرفوعة على المستوى تاع الطريق باش تكون حاجز مائي، حاجز مائي على الأمواج تاع البحر. إذا نافونسي شوية هنايا، نافونسي نروحو الجهة هادي ونشوفو وين وصلت الأشغال نتاع التهيئة نتاع الساحل نتاع برج البحري. على أي حال هذا الجزء هذا يعني داخل في مشروع تاع التهيئة نتاع كل الشاطئ نتاع خليج الجزائر، من ميناء الجزائر الى حدود بلدية تامن فوست على امتداد حوالي 30 كيلومتر. كل الشاطئ هذا راه قيد تهيئة وخاصة لا كونسوليداسيون، لا كونسوليداسيون نتاع الشاطئ. اذا بردم كل الساحل وغلق كل تقريب كل الشواطئ لي بلاج هذوك اللي كانوا لي بلاج الرمليه سواحل يعني الشواطئ الرمليه يتم حاليا قضاء عليهم وبناء مكانهم، يديروا دي كورنيش او موانئ. كما هنا هذا ميناء جديد تم استحداثه العام اللي فات. اذا هذه هي هذه هي. وهنا نلاحظ انه من الاتجاه هذا يعني باتجاه يعني في الجهه المقابله فيه اشغال نتاع التهيئه نتاع توسعه الشاطئ، خاصه توسعه فيه اشغال تاع التوسعه نتاع الشريط الساحلي. والتوسعه هذيك تقريب يعني متوسط نتاع 80 الى 100 متر عرض يتم يعني ربحوها بوسط يعني بسبب ردم الحجارة ويعني توسيع الشريط الساحلي. هنا
مثال رانا في الجزء الجديد هذا اللي ما كانش موجود في المرة الأخيرة اللي جيت هنا، نلاحظ أنه فيه عملية تاع ردم الحجارة والبقايا تاع الورشات يتم حاليا ردموها هنا لتوسعة الساحل، لتوسعة الشريط الساحلي. إن شاء الله تكون فيه تحسين في النوعية تاع الأشغال في لافينيسيون تاع هذا الشاطئ يعني الساحل. وهنا نلاحظ أنه تم وضع الحجارة على طول الساحل. إذن هنا تلاحظ أن فيه عملية يعني تمديد وتوسيع الأشغال باتجاه تامن فوست. إذن وهنا فيه اشغال تاع توسيعه، هنا فيه اشغال تاع توسيعه مستمره. اذا نخليكم تتابعوا الفيديو، ما تروحوش حتى النهايه، نمشيو شويه هنايا بهذا الاتجاه نشوف راهي واصله. وسوف يكون لنا فيديو في الجزء الثاني من التهيئة هذه باتجاه ميناء الجزائر، يعني باتجاه الجهة الأخرى في فيديو آخر إن شاء الله. إذن انتظرونا في الفيديو الثاني حول التوسيعة نتاع الساحل نتاع على مستوى بلدية برج البحري في جزئه الثاني. وفيه في الجزء الثاني سوف ندير تقرير على الأشغال تاع الجسر اللي يمتد فوق واد الحميس، إذن عند مصبه في البحر. إذن في الجزء الثاني سوف نشوف هذا الجسر ونشوف التهيئات الأخرى. إذن انتظرونا أنا في الجزء الثاني من هذا الفيديو، إذن حول تهيئة نتاع الساحل على مستوى بلدية برج البحري. إذن والسلام عليكم.